الكلمة إلى أحد الزملاء المعلقين فإليه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. لازالت الأشواط متتالية ومستمرة في هذا اليوم وفي هذه التحديات ومنافسات السرعة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، الشوط الثالث عشر المخصص للثنايا البكار ضمن هذه الأشواط العامة يسير، ونحن بدورنا نسير ونتعرف وإياكم لما يحدث ويسير في هذا الشوط. نبدأ بداية مع المركز الأول العنود. تعود ملكية العنود للسيد سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري، من يحتل مقدمة هذا الشوط. نتابع وإياكم المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، محمد بن علي بن احمد المعاضيد من تحتل المركز الرابع والمركز الخامس. مشاهدينا الكرام، من تاتي على المركز الخامس نتعرف عليها. يصل شعار السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع جباره. نعود واياكم، نعود مع ال 700 متر الاخيره. الشاهينيه تحتل المركز الاول. الشاهينيه، ركز يا فايز يا بن غفان، يا الجابري يا مضمر الشاهينيه، محمد بن معيوف العامري هو مالكها. ولكن هنا القدوم، الوصول من نجده، سالم بن كميدش بن حمد العامري، من يتسلل؟ يتسلل رويده الرويده. الله لمن السيارة. 400 متر أخيرة، 400 متر أخيرة يا بنكم، يا ابن كبيدش العامري هنا يحتل المركز الاول، ولكن هناك من الجانب الايمن. الله، يصل المنصوري، المنصوري قادم، المنصوري قادم، ولكن هناك الشاهينيه، محمد بن معيوف العامري. يا سلام يا بن غفان، سلام فايز، سلام سلام يا فايز يا بن غفان، يا الجابري على هذا الناموس. يا سلام، السلامات للعين، السلامات للعين، مشكور يا فايز يا بن غفان، يا الجابري على فوز الشاهينيه. كما نهني مالك محمد بن معيوف العامري المركز الثاني. وصلت في المركز الثاني نجدة لسالم كميدش بن حمد العامري. المركز الثالث وصلت جبارة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الرابع تصل الشاهينية عوض بن خليفة بن زاهر الخيلي. أما المركز الخامس فوصلت المسك مشاهدينا الكرام على مستوى المركز الخامس. نهني مالك المسك علي بن حموده الظاهري على فوزها بالمركز الخامس. نعود واياكم الى التوقيت الزمني ولحظه وصول الشاهينيه بعد ان انتزعت هذا الناموس بجداره وباستحقاق. 9 دقائق 39 ثانيه، 68 جزء من الثانيه. نهني مالك الشاهينيه محمد بن معيوف العامري، كما نهني مضمرها مشاهدينا الكرام فايز بن غفان الجابري. يوم المركز الثاني مشاهدينا الكرام فوصلت فيه نجده، قطعت المسافه في 9 دقائق 41 ثانيه وسبع اجزاء من الثانيه. نهني مالك نجده السيد سالم بن كميدش بن حمد العامري. يوم المركز الثالث فوصلت جباره، قطعت المسافه في 9 دقائق 41 ثانيه 48